ما هو فقر الدم؟ فقر الدم هو عبارة عن حالة صحية تقل بها قدرة الدم على نقل الأكسجين. من الممكن أن يكون ذلك نتيجة لانخفاض بعدد كريات الدم الحمراء أو بنسبة الهيموغلوبين. يعتبر فقر الدم من أكثر الأمراض الدم انتشارا، ويوجد 3 أسباب رئيسية مؤدية له. أولا، فقدان الدم بسبب نزيف. ثانيا، انخفاض بإنتاج كريات الدم الحمراء، ويأتي من خلال نقص وخلل بأي عنصر من العناصر المواد المطلوبة لعملية إنتاج كريات الدم الحمراء، ممكن أن يضر بهذه العملية أيضا. ثالث سبب لفقر الدم هو انحلال الدم، أي تحطيم كريات الدم الحمراء وتمزيق غلافها، مما يؤدي لإطلاق محتويات كريات الدم مثل الهيموغلوبين. فقر الدم يؤدي لأعراض كثيرة كالبشرة الشاحبة، ضيق في التنفس، الدوخة والإرهاق وغيرها. ولكن قد لا تكون هذه الأعراض بارزة في البداية، مما يؤدي لاكتشاف فقر الدم بعد فترة زمنية معينة. ما هي عوامل خطورة فقر الدم؟ أولاً، توجد عوامل عديدة والتي تزيد من احتمال إصابتنا بفقر الدم، وأولها هو نقص في التغذية. تتم عملية إنتاج كريات الدم الحمراء بنخاع العظام، وتشترك بها عدة فيتامينات ومعادن، بحيث أن نقص في أي واحد منها ممكن أن يؤدي إلى فقر الدم. ومن أهم هذه المواد هي فيتامين B12، حمض الفوليك ومعدن الحديد. الذي يزيد من إصابة الفقر بالدم السبب، وهو عامل الحيض والحمل عند النساء. خلال الحيض تفقد المرأة كمية كبيرة من الدم وكريات الدم الحمراء، مما يزيد من احتمال إصابتها بفقر الدم. كما ويوجد احتمال كبير لإصابة النساء الحوامل بفقر الدم في حال عدم تناولهن الفيتامين B12 والحديد بانتظام، حيث أن جسم الحوامل يقوم بإنتاج كمية أكبر من الدم لكي يزود جسم المرأة والجنين. من أسباب الإصابة بفقر الدم أيضا العمر، وذلك لمن تجاوز سن 65 عاما. من الأسباب أيضا الاضطرابات المعوية، فكما ذكرنا أن الحديد يلعب دورا مهما في إنتاج كريات الدم الحمراء، لذلك في حال وجود أي خلل في عملية امتصاص الحديد في الأمعاء الدقيقة يؤدي الأمر إلى فقر في الحديد. توجد عدة أمور والتي من الممكن أن تؤدي إلى خلل في امتصاص الحديد، مثل داء الكرون والداء الزلاقي سيلياك ديسيز. من الأسباب أيضا المؤدية إلى فقر الدم الأمراض الوراثية، مثل فقر الدم المنجلي والتلاسيميا، وأمراض مزمنة أخرى كالقصور الكلوي، لانسفيزونس رينال، والسرطان، بالإضافة إلى اضطرابات معوية ونزيف. نزيف يكون نزيفا لأي سبب كان يؤدي لفقدان الدم وبالتالي لفقر الدم. ممكن أن يكون النزيف أثناء الحيض، أثناء إجراء عملية جراحية، نزيف داخلي بسبب أمراض مختلفة مثل داء القرحة المعدية، التهاب المعدة، والذي ممكن أن يكون نتيجة لتعاطي مضادات التهاب لا ستيرويدية، كحول، وعدة أمور أخرى.